نحن عم نشوف كل سنة شركة ABC عم تعمل تجمعات إفطار للفنانين، هل هي عم تلم شمل الفنانين وتجمعهم، وبعكس مثلا ما عم نشوف برا ممكن يكونوا هن على خلافات، ممكن يكون في شتات هائل برا، شو رأيك أنت؟ حقيقة نحن طبعا حريصين على هذا الشيء كل سنة أنه نعمل إفطار سنوي عم يجمع الفنانين، مش فقط الفنانين، حتى في رجالات دولة عم تحضر معنا دائما، فنجمع كثير من أطياف المجتمع السوري بما فيهم الفنانين طبعا هم الأساس في عملنا. هذا الجمعة حقيقة هي فعلا للترابط والإلفة ما بين الفنانين وما بين الشركة، واحترامنا وتقديرنا لهم لأنه هم بيبذلوا كل سنة معنا مجهود كبير. كونه ABC مش بس فقط هي شركة إنتاج، كونها تعمل أيضا في الدوبلاج، فبكون عشرات الأعمال خلال السنة، تقريبا يعمل معنا ما يعادل 250 فنان في موضوع الدوبلاج، فإحنا بنحب نكرمهم كمان بهذا الإفطار اللي بنقيمه ونجمعهم مع بعض ونلتقي بهي المناسبة على الأقل. نعم. طيب هلأ بالنسبة للدوبلاج، هلأ ما بتعتبروا أن الدوبلاج صار دخيل على الدراما السورية وأساء للدراما، أم هو صناعة رديفة أضافت للدراما ونشرت اللهجة السورية في الوطن العربي؟ بالنسبة لنشرة اللهجة السورية هذا صحيح، انتشرت اللهجة السورية بشكل واسع من خلال الأعمال التركية. اثنين، في كل دول العالم هناك أعمال درامية وأفلام وبرامج تستقطب دول العالم كلها، يعني على سبيل المثال بأمريكا ببثوا كثير أعمال وأفلام، وأوروبا بكل دول العالم ببثوا، من كل أنحاء العالم بياخذوا أعمال بدبلجوها أو بترجموها وببثوها، وأوروبا وأمريكا أكثر تعتمد على موضوع الدبلجة وليس الترجمة. بالنسبة للأعمال التركية بالتحديد، الأعمال التركية أنا بعتبرها ساهمت بشكل كبير بتطور الدراما العربية، لأنه الأعمال التركية هي دراما عالمية، يعني اليوم الأعمال التركية تباع أو توزع في كل دول العالم، يعني حريم السلطان على سبيل المثال أخذته 62 دولة في العالم أذيع، واليوم الأعمال التركية معظمها بتروح لأكثر من هاي الدول. أوكي، هذا دليل نجاح الدراما، بينما الدراما العربية ما خرجت خارج حدود الوطن العربي للأسف، هذا لأنه عنا نحن مشكلة حقيقية وعم نعاني منها بموضوع السيناريو، ما عندنا كتاب حقيقيين، وأنا عارف أنه هذا حيزعل الكتاب اللي ما أحكي هذه الكلمة، لكن نحن ما عندنا كتاب على مستوى عالمي يعطونا دراما عالمية حقيقة، ما موجود. الدراما التركية طلعت للعالمية مش لأنه هم أفضل منا إخراجيا أو تصوير أو لا، النصوص الدرامية والقصص الدرامية شيقة جدا، عم تشد الجمهور من أول حلقة وتاني حلقة، عم بيكون الجمهور عم يتسارع ليجي يعرف شو بده يصير، عم يروح للنت، ما في عمل عربي شدنا بهي الطريقة حقيقة. بالعكس احنا لاحظنا بالفترة الآونة الأخيرة إن كان الدراما المصرية حتى بما فيها الدراما المصرية والسورية بدأت تتطور وتأخذ من الدراما التركية، وأنا مش شايف إنه هي شيء سلبي، هي شيء إيجابي، إحنا خلينا نقدم الأفضل حنتفوق عليهم. نحن هلأ بهذا الموسم عم نشوف الدراما السورية رجعت بقوة للدراما العربية، كشركة ABC شو دوركم بأنه تزيدوا بهاي القوة وتزيدوا الدراما السورية ترجعوها لرونقها؟ أنا ما شايف إنه الدراما السورية رجعت لورقها، بعتذر منك. الأعمال الدرامية اللي نازلة السنة السورية أنا شايفها وسط أو دون الوسط. هناك عمل واحد فقط كان شوي برز، هو دقيقة صمت. حقيقة دقيقة صمت عمل كعمل درامي وسيناريو قوي جدا رائع، ممثلين أدوا أدوار جميلة حقيقة. أنا فيني أقول عن هذا العمل إيه؟ رجع الرونق للدراما السورية، أما باقي الأعمال ما شفتها على ذات مستوى. إحنا في صدد عملين عم نشتغلهم على مستوى ضخم جدا جدا، إن شاء الله يعني بتمنى للعمل هذا الدرامي حيكون تاريخي يوصل للعالمية كمان ويوزع في كثير من دول العالم عن منطقتنا. بدي كمان أعرف شو سبب خلافك مع نقابة الفنانين والفنان زهر رمضان، وليش ما رضيتوا تنتجوا لهم مع انه انتم عم تدعوهم هلا على
على المائدة الرمضانية؟ أنا حقيقة أنا بحترمه للأستاذ زهير رمضان جدا، وهو عمل معي بعملين كمان من إنتاج الشركي الأستاذ زهير، إلا أنه بفترة من الأوقات حاولت بعض الشركات اللبنانية استقطاب أعمال الدوبلاج السورية لصالحها بأسعار منافسة، هدفها أنه تسحب عمليات الدوبلاج من السوريين إلى لبنان. فكان أنا لي موقف في هذا الصدد، تحدثت، كانوا فنانين ينزلوا على لبنان يسجلوا، وكلفوا بعض ضعاف النفوس في تركيا عاملين استوديوهات تحت الأدراج هيك غرف للتسجيل، وبدأوا يسجلوا للسوريين يرسلوا الأصوات للبنانيين، واللبنانيين يتقدموا للمحطات على أساس، لأنه المحطات تطلب أصوات سورية، لأنه بالوطن العربي تعودوا على الأصوات السورية واللهجة السورية، أصبحت اللهجة المحبوبة والمطلوبة بعمليات الدوبلاج. فعلا منهم ام بي سي أعطت أعمال مهمة جدا لهذه الشركات، فطلبت أنا من زهير رمضان كانوا نقيب الفنانين بتوعية أنه نعمل جمع الفنانين، وتوعيتهم أنه هي البداية، ممكن يعطون أجر أكثر منا بشوي اللبنانيين حاليا بس ليحصلوا على الأعمال، أما فيما بعد راح يرجعوهم لأقل وراح يستبدلوهم بفنانين لبنانيين شوي شوي، يعني باللهجة البيضة تقريبا. أنا عدنان حمزة رئيس مجلس إدارة شركة اي بي سي للإنتاج الفني، بهنئ كيو ميديا وبتمنى لهم التوفيق، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله دائما نشوفكم متميزين بتغطياتكم وبأخباركم وبكل الأعمال اللي انتم راح تقوموا فيها.